بعدين قالوا لكم 6 شهور هذا يجيبوه لنا. 6 شهور تيموت وقيل تيموت. لا حول ولا قوة الا بالله. كاين حالات راهم مليوحين في الزنقة. كاين حالات مليوحين في الزنقة. وليتو كضطروا انكم ديروا ريحة اللي بغيت تدخلوا عنده. ضروري خاصنا نديروا ريحة وكمامة باش تدخلوا عنده. وكنداويو هذه يوميا ضروري. وما كنخليو خاصنا نخليو شي راجل محلولين كلشي محلول راه الخنز دابا حنا. دايرين سير الكرو وراسي بالحوتي وتتقطع قد ما تيوقف قد ما تتخود الدو الخارج. لا حول ولا قوه يعني تود عباد الله. راه عمري ما شفت بلاد اللحم ديالو دو حتى شفتو هنا في هذه الحاله. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا على بركه الله مشاهدينا وفي مشاهدين شوف تي في اينما كنتم من داخل وخارج الوطن اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مره اخرى في بث مباشر من مدينه الدار البيضاء. الدار البيضاء صاحبة الرقم القياسي عفوا في الكواريت. الدار البيضاء صاحبة المأساة والمعاناة خصوصا على مستوى المستشفيات العمومية. أرسلنا العديد من الرسائل للمسؤولين خصوصا وزير الصحة، لكن يبدو أننا نغرد خارج السرب او اننا كنتواجدوا في شي كوكب اخر، لان يعني ولا رد فعل من طرف الوزاره الوصيه تجاه هاد الحالات اللي كنخرجوا بها للمسؤولين، ولا حاله تم التفاعل معها، ولا اجراء تم اتخاذ ديالو في حق من يسمون مع احترامنا بطبيعه الحال لولاد الناس من يسمون انفسهم اطباء. او لاحظوا معايا السيد دابا بقوه الحريق ما كيقدرش يجلس، هانتوما خصو يوقف. خوتي المغاربه الله يجزيكم بخير، حنا ما نبقاوش نبارطاجيو التفاهه، الحاجه اللي التفاهه نبارطاجي، لا راه اليوم هاد السيد غدا انت او انا لا قدر الله ما عرفتش الدنيا شنو خازنه لينا. هادشي علاش هادشي هو اللي خصنا نتكلموا عليه، هادشي هو اللي خصنا نناقشوا، هادشي هو اللي خصنا نهضروا عليه، وهادشي هو اللي خصو يتبارطاجا، وهادشي هو اللي خصو يوصل. ما عرفتش بكل صراحة، لأنه كما قلت فقدنا الأمل في هاد المسؤولين، خصوصا كما قلت هاد وزارة الصحة فقدنا الثقة في هاد الناس هادو. ولكن العمل ديالنا أكيد غادي نديروه، والحالات ديالنا غادي نبقاو نهضرو عليهم ونوصلوهم للمغاربة ونوصلوهم للمسؤولين، لعل وعسى في يوم من الأيام تتحرك الوزارة الوصية ونشوفوا الأمور تقلبات رأسا على عقب 360 درجة. هاد السيد اللي كنهضرو عليه دابا حاليا راه الناس واقفين حداه بالكمامات، الناس واقفين حداه دابا دايرين الكمامة الخنز والدود. والدود كما قالت الأخت ديالو الله يجزاها بخير، لأن هادي هي الأخوة. أخت ديالو ولكن رغم ذلك ما مفرطاش فيه. هاد السيد هذا اللي كتشوفو معاه دابا حاليا، لو كانت كتسمح لنا أننا نوريكم الرجل ديالو، الرجل ديالو ديز من الدود حاشاكم، الرجل ديالو ديز من الدود. السيد وزير الصحة، هادو هما المغاربة في مدينة الدار البيضاء في العاصمة الاقتصادية. كاين واحد كيقول كتشوهونا، راه اللي كيشوهونا هو بحال هادو اللي ما كيديروش إجراءات، هادو هما اللي كيشوهونا، ماشي حنا اللي كنشوهو، هادو هما اللي كيشوهونا. سمعوا معايا أخوتي المغاربة، باقي التفاصيل على لسان الأخت ديالو اللي كنذكر مرة أخرى بأنه السيد راه رجلو كلها فيها الدود، رجلو كلها فيها الدود عباد الله. وملي كيمشي كيقول لي 6 شهور، ما فهمتش انا 6 شهور، ما فهمتش اقسم بالله. اللي عرفت لي مع السكيورتي، السكيورتي ما دفعوني في الباب، السكيورتي دفعوني. انا سمعتوش قالت لك السكيورتي حرفتي قالت السكيورتي قالت لك دفعوها في الباب. واخا خليك معايا انا غادي ندوي معاك دابا. انتم السلام عليكم. سكيورتي سلام سيدي، سكيورتي دفعني في الباب وملي تشديت معاه قال لي غنجيب لك المخزن غادي تمشي تربيت. قلت له انا بحالها ما عقلاش، ما يمكنليش خويا بحالك الدود دارع، الدود خارج له من رجلي. باهي بالله جيت تشوف الاهل ديالو ما كنعسوش، تيبا تيغوت ويضا اللي غوت ما عندوش راحه، والدود خارج من رجلو. وملي تمشي يقول لك اعمل لي ريم تسعيد، عمل راديو ديال العروق ب 800 درهم، عملي تحاليل كاملين، ديري لا غندير هادشي كامل، كون كان عندي هادشي كامل كون ديتو لكنيني كان ما نجيش كاع عندهم. هربتي مع السكيورتي، ما عرفت ما دخلت لتما كيفاش غادي نكون انايا.
لا حول ولا قوة. عايزة زيكم بخير. السكيورتي تمام مدينة. السكيورتي ديال الحالة فين ما يتفاهموش معاك. السكيورتي فاهمين الوجود ديالهم كثر من المسؤولين، وما كاينش شي مسؤول اللي غدو اللي يخلوك تدخلي لعندو وتفسري له الحالة ويشوفو. وتنقول لك شو بنادم كيمين يروح من برا، شو بنادم كيمين يروح من باب ميريزكو. الناس جايين من حد الدنيا ملوحين بالحديد بالقبص مرادين محلولين كروشهم بالعمل، كتقول شي ملوح بالزنقة. تكرهي الحياة وتكرهي المغرب يا تكرهي. ما تقوليش انا مغربية، ما تقوليش انا من البلاد. اش من حالة هادي، اش من حالة، اش من حالة. كراني ومن الليل ومن النهار ولينا نسمع وما كنلقاكش نجلسو برانا بالعينينا. تشوفي انسان دون خارج له من رجله، بنادم ما كيرحمش. المنكر هذا لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فهاد المسؤولين اللي حاضرين هاد المغرب وحاضرين هاد العشاء كيفاش غنكونوا؟ ما دخلتش نقول لك وزارة الصحة خصها مال المغرب، وزارة الصحة اللي هزناها خصها مال شحال من مليار. فين هما المخسور؟ فين هما السكرينات اللي يديروا لي عباد الله؟ عباد الله فين هما؟ فين هما؟ جيت عملي ليه رامي قال لك خاص الناس اللي يدخلوا معاه، شكون غيدخل معاه؟ وخاصهم يكونوا في سكنه وحده، وخاص يكون عنده لاكارت وحده. كيفاش غنديروا لهاد السيد؟ واش حال حنا كنعانيو معاه؟ انا كان مريض عقليا مسكين، مريض كان خدام وما شنو وقع له، خرج عريان من الخدمه 10 سنين وهي كتعاني معاه. ما خدات بيه غازي، ما خدات بيه 36، ما خدات بيه مرشيش، ما خدات بيه تابوطه. والحاله ديالو كيفاش ولات؟ وقف رجل كلها بدبده، هي كلها بدبده. راه حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي ما قايمينش من الواجب. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. عندمونا عندمونا، ولا كيقول لك انا يا ربي نموت، ولا تيطلب الموت وما يبقاش يشوف حالته وكون الدود كيرول له برجليه، ولا باغي يموت يقول خليني نموت. راه قدام السيد الواحد الحمار قال لي انا نفضل نموت وما نبقاش نعيش هاد الحياة، وتيكرفطوا فيا من القدس القدس. كيقول انت هاد السيد في هاد الحالة قلت 6 شهور. قال لنا السكوريتي في الباب قال لك فين غادخلي؟ راه الناس مالي رانديفو، بات عندك شي رانديفو؟ والله لا دخلتي من الباب، قال لك والله لا دخلتي، خاصك عندك ورقة وفيها الرانديفو. قلتي لك 6 شهور. قال لك 6 شهور ومحش وصل كاع النوبة بهاد الناس اللي كاينين هنايا 6 شهور. وكاينين قال لك كاينين الاضرابات ديال الطب وقلي هادي اللي كاين اللي غادي اللي تيقابل كلشي يدير الاضراب كلشي يدير هادي. اش من حالة، اش من هادي؟ حب البنادم تيهاجر، حب البنادم تيروح راسو للبحر وما يبقاش عايش في المغرب، لان المغرب ما بقاش كي كان. كلش الحرام وجدو ولاو كتار ما تيشوفوش. راه اليوم عندنا وغدا عندكم، راه الدنيا دوارة، راه الدنيا دوارة عباد الله. عرفو بينكم وبين الله وقهروا اللي خلقكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. علاش هادشي بسيط تيهرب الوجود ديالو؟ المنكر هذا راه غنرجع نمشي عاود ميريز كون نقدر نقصد شي واحد. انا خويا راه طحي عليا، انا خويا ضرب الحجز مؤبد لي خويا. رحمه خويا ما كينعش وما كيشوفش الناس، عينو ما كتغمضش وحنا ما كنعسوش. وخاصنا ندخلو انت وياكم من الكمامة ونخرجو من الكمامة وتشوفو الحالة الدود خارج من رجلو. عباد الله راه حيوان وما تبغيش الدود يخرج منو. هذا بشر فيه كلشي تيتحرك وكلشي حيوان، حيوان ما تينطقش وما تبغيش يشوف الدم وتيبقى فيك مع هذا البشر. دم ولحم وكلشي تتوي كيتعذب وكيتعذب. رحمونا رحمونا، رحموا خوتكم المغاربة، رحموهم رحموهم. واش الدرويش يمشي يموت؟ واش الضعيف يمشي يموت؟ ولا كيفضل يموت؟ ولا كيفضل يموت؟ يموت وما يبقاش في هاد الحالة هادي. لا حول ولا قوة إلا بالله، قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بكل صراحة والله العلي العظيم أنا في هذه المواقف والله ما بقيت عرفت شنو غنقول، ما بقيتش عرفت يعني، لأنه هذا الكلام هذا قلناه وقلناه وقلناه وقلناه، وحنا دابا قلناه ومازال غنعاود نقولوه، وما عرفتش ما عرفتش في كاين في كاين الخلل، ما عرفتش في كاين الخلل الله أعلم. تخيلوا معايا السيد كما سمعتوا الاخت ديالو كتبكي، مسكين قالت لك السيد كيعاني حتى اضطراب نفسي، عنده الغراب عنده كلشي ديال برشيل ديال اضطراب نفسي مسكين، اضطراب نفسي راه 10 سنين وقبل يعني 10 سنين 10 سنين وقبل
وهذا السيد وهذا السيد هذا مسكين هاد العائله ديالو ما سخاتش به، ولكن كاين شي حاجه اللي فوق الطاقه ديالك. الانسان ما عندوش الفلوس، راه دابا هذا الوقت اللي ما عندكش فلوس راه ما تداواش، راه بكل صراحه باش نكونوا صريحين، ما عندكش فلوس ما تداواش، والله ما عندك الركيزه صحيحه وعندك اللي وقف معاك، والله لا داويتي بالله، والله تتموت حاشاكم خوتي المغاربه تتموت بحال. وبكل صراحه ما عرفتش لحدود هذه اللحظه بغينا نشوفوا غير رده فعل ديال وزير الصحه، وغير رده فعل اللي تخلي عطيني كيلو الشربه والمتبعد نتاعها. لا لا وزير راه تمشي للحبس، تعطيها لك تمشي للحبس. لا 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 هذاك ماشي حل هذاك. اذا كنعاود نقول لكم السيد وزير الصحه، واخا نقول كلمه السيد وزير الصحه، وزير الصحه والله يخلي لك وليداتك، والله يدير لك شي تاوي ديال الخير، والله يعفو عليك. الى موقع دابا شوف انت شوف المغاربه اش طاري لهم، الله يرحم لك الوالدين. انت شوف انت سير هذاك السبيطار ديال ميريزكو، سير عندك الكارثه، سير هذاك الكارثه ديال ميريزكو، تدخل دخل التخبيه، دخل التخبيه، جي ودخل دخل من شباب، دير راسك انت مواطن، دير راسك انت مواطن، دير راسك مواطن كما كانوا كيديروا يعني ناس مسؤولين اللي فيهم الغيره، كيدخلوا فهمتيني، كيدخلوا بلا ما كيبين شكون هو، كيجي ويدخل فهمتيني، كيجي بحال اي مواطن باش كيشوف المعامله كيفاش دايره. ما خلي تمجيني بالبهرجه تمجيني بالبهرجه وبهادي وحكاه ولا لا ومالي وتقرقي بسطالي ها هو جاي، راه باينه كلشي غيفرش الورد وكلشي غيقاد وكلشي غادي الزرابي حمرين وكلشي غيقاد. لا وجيت خبيه، جيت خبيه، جيت خبيه، جي وقف مع المواطنين، وقف مع المواطنين، شد الصف مع المواطنين وشوف كيفاش الامور دايره. وهادي هي نقولوا راك مسؤول، راه حشومه، شوف باك صاحبي تيدوز حشومه، حشومه حشومه، تيعمل سكاني فابور، عمل تحالي فابور. هذا المهم السيد وزير الصحه، هادو رسائل كبيره وكثيره اللي وجهنا لك، ولكن لحدود هذه اللحظه، لحدود هذه اللحظه باقا رد الفعل ما كاينش. الدليل هو ان المواطن باقي كيعاني، وحنا بطبيعه الحال غادي نبقاو دائما نوجهوا هذه الرسائل، لانه هذا الدور ديالنا، ما يمكنش نجلسوا على الدور ديالنا اننا نوصلوا المعاناه ديال المواطنين فيما يخص مجال الصحه، ما يمكنش نضربوا الشمس بغربال كما كنقولوا. وهذا اللي كيحس في النفس بكل صراحه هو الناس كتسمع الدود، عباد الله الدود، الدود كيخرج من رجلو، الدود عباد الله. واش انت وزير الصحه واش شوف لا ما نقدرش شوف راه شفت الدود، شفتو راه شفتو، راه شفتو ما نقدروش نبينو هذاك الشيء علاش. عيا دوري شوف شحال الدوايات والو، درنا خوتي المغاربه، غادي نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه، نلقاكم في بث مباشر اخر. ولا اله الا الله محمد رسول الله. كان معكم في التعليق مصطفى القرناوي من طاقم شوف تيفي، والى اللقاء.